في الخدمة، لأنه يعني عمليا الخدمة في وقت الكورونا، لو أنا بتكلم عن الخدمة، الخدمة ما بتتغيرش في طبيعتها وأساسياتها. منها مثلا إن الخادم بيقدم نفسه أو يبذل نفسه، زي ما السيد المسيح قال عنه: إن الإنسان جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. فالخادم ده بيضحي، بيقدم نفسه كمثال في التضحية في كل حاجة. الكونسبت ده مش هيتغير مثلا في الخدمة. الخدمة أيضا هي عمل محبة ينبع من قلب يشعر بالمحبة تجاه الإخوة أو المخدومين أو نفس الحكاية، ده مش هيتغير. فثوابت الخدمة مش هتتغير، لكن قد نلجأ لبعض التغييرات في أسلوب الخدمة. وده الحقيقة طبعا يعني ما أقدرش أقول هنا نقدر نقول فيه كل حاجة، لكن نقدر نشارك بعض أفكار. أحب قبل ما ندخل في حتة إن إحنا ممكن نشارك أفكار في طرق للخدمة في الوقت ده، ناخد برضو جزء كده صغير روحي عن جزئية صغيرة في الخدمة مهمة، مبنية على الآية اللي ذكرت في إنجيل معلمنا متى أصحاح 18، قالها أو قالها السيد المسيح له المال. The verse that was mentioned in Matthew 18, when Lord Jesus spoke about offenses. لما اتكلم عن العثرات، السيد المسيح قال في متى 18، قال كده آية مهمة قوي، قال: لأن من أعثر أحد هؤلاء الصغار، من أعثر أحد هؤلاء الصغار. ناخد بالنا هنا أن المسيح بيتكلم أنه في متى 18 عدد 6 فيرس 6، من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الراحة ويغرق في البحر. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of offenses. ويل للعالم من العثرات. طيب ازاي احنا هنا كخدام ناخد بالنا من الجزئيه دي؟ هل احنا ممكن نكون احنا الخدام نخدم ربنا ممكن نبقى سبب عثرة؟ السيد المسيح قال كده، يعني قال ويل للعالم، وقال إن في ناس بتأتي بهم العثرات. في يمكن خمس حاجات كده هقولهم بسرعة لازم نحترس منهم جدا جدا، لأن دول ممكن يعثروا الصغار أو يعثروا من نخدمهم، أيا كان بقى سن اللي بنخدمهم، صغيرين أو كبار. فعايز أتكلم عن فكرة إن إحنا لا نعثر الآخرين، ودي كده مقدمة روحية، وبعدين هنتكلم عن الخدمة في وقت الكورونا. أول حاجة تعسر، قد تأتي العسرة من عدم محبة الخدام لبعضه. So offense can come because of lack of love among the servants themselves. خطر قوي أن يكون في مجموعة اشتغل مع بعض والمجموعة دي فقد أهم رابط بينهم وأهم عنصر في الخدمة، زي ما قلنا هو المحبة. So it's very critical and very dangerous to have a group of people who are supposed to do a work of love while they themselves they lack loving one another. إن بنطبق مثل المشهور بتاعنا: فاقد الشيء لا يعطيه. فصعب قوي إن أنا بطلب ناس، مجموعة تعمل عمل يقوم أساساً أو فكرته أساساً هي الخدمة، هي عمل محبة زي ما نقول، وأنا بطلب العمل ده من ناس أصلاً مش قادرين يحبوا بعضهم بعض. فالمحبة لو الخدام وصلوا لمرحلة إن بقى فيهم تحزب، زي ما قال القديس بولس، قال لهم: أنتوا ألستم بعد جسديون؟ في كورنثوس جسديون يعني ناس كده يعني ماشية بأهوائها وبميولها، ما فيش فكر روحي. ليه؟ إن كنت واحد يقول أنا لبولس وآخر يقول أنا لأبولس وأنا لصفا، هل انقسم المسيح؟ لو إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ How come now I can see in the church groups they are taking sides and creating some parties against each other? I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Kepha. لهم كده: Did Christ divide؟ هل المسيح بقى مقسمناه؟
بقى في أجزاء، واحد عنده شوية وده عنده شوية. أنت الخطورة دي بتبان لما يبتدي بقى عدم المحبة ده يبين على طول إن الخدام نفسهم كل واحد عنده جروب بتاعه، زي ما ساعات بنشوف في الكنايس حتة إن ده فاب وده مش فاب، ده كلاسيفايد على إنه راجل مش عارف يتكلم إنجليزي، ده راجل عارف يتكلم، ده راجل معاه شهادة، ده معهوش، ده بقى عنده، ده ما صعب قوي قوي إن إحنا نبتدي نلاقي نفسنا دخلنا في فكرة عدم المحبة وإحنا مفروض بنقدم أصلا عمل محبة. فأول مصدر للعثرة إن الصغيرين يحسوا على طول إن الكبار ما بيحبوش بعض، وإن في جروبس، وإن المجموعة دي مش in harmony. This group is not harmonized with the other group and so on. We have to be careful. Second source of offense could be the wrong teaching. برضو قد يعصر الصغير من التعليم الخاطئ. الكنيسة حطت علينا كخدام مسؤولية مهمة قوي إن إحنا نعلم هؤلاء الصغار. زي ما لو قرينا في روميا 2 لما بولس الرسول يتكلم يقول كده: هو إذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتقول أنك قائد للعميان ومعلم للأطفال ومهذب للأغبياء، يعني راح قايل له بقى كلمة صعبة، يعني اللي هي أنت بتقول الكلام ده بس ما بتعملوش. So التيتشنج از فيري امبورتنت، ودي هنجي لها بقى هنا، دي اللي هي الاكزامبل سيتنج ذا اكزامبل، بس التيتشنج بارت اتسلف از امبورتنت. So I expect that the teacher أو الـ servant will teach me how to be a perfect person, will teach me the right doctrine in my faith, how to believe in God the right way. فاكرين كلنا في خدمة بولس الرسول دخل مدينة أفسس، ويقول لما دخل وجد هناك تلاميذ، وكان لو تفتكروا كان قبله موجود في أفسس أبولوس، وأبولوس ده الكتاب بيقول عنه that Apollos was a very wise, prudent person, a Jew from Alexandria. شوري كان من مصر أو إسكندرية، رجل يهودي إسكندري، رجل مقتدر في الكلام. And he was teaching the people. But as the Bible said, he was not aware of the teaching of Jesus Christ, especially about the Holy Spirit. So he was kind of more into the teaching of the Old Testament. And he was teaching especially in baptism about baptism of John. يقول كده كان يكرز بمعمودية يوحنا. فبولس بقى لما دخل دول ولاده اللي اتعلموا ولاد أبولس، يعني سألهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ Did you accept the Holy Spirit when you believed? Their answer was: we even did not hear that there is a Holy Spirit. ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. طبعا أبولس ده كان معذور، دي يعني التعليم اللي كان يعرفه، لكن احنا عارفين ان أكيلا وبريسكيلا اخذاه وعلماه طرق الرب باكثر فضل. طب أبولس ده في وقت من الاوقات علم ناس، لكن علمهم على معرفته المحدوده، طبعا ما كانتش كفايه، عشان كده بولس الرسول صلى ووضع عليهم ايدي فحل عليهم الروح. أنا هنا بتخيل إن أنا كخادم زي أبولوس، I can be like Apollos. I'm a good person having good intentions, but I don't know. So whatever I know, I teach. And unfortunately, my knowledge is very behind, is lacking. أنا في الحالة دي بقى هنا، يعني I carry the responsibility while I am not into it. عارف زي واحد كده بالظبط، يكون هيبقى في جوب اوفر وبيقولوا له مثلا واتس يور اكسبيرينس، مثلا سي ان انا ام هايرنج مثلا ا تيشر، طب اللي منكم بيقدم على وظيفه تيشر في مدرسه، او لو مثلا واحد بيقدم على ايفن داي كير، تلاقي بيقولوا لك هات لنا ريفرنس، يمكن كتير منكم ساعدوا بعض يملى ريفرنس لحد، يقول لك انت دو يو تراست ذس بيرسون مثلا هيز ابيليتي ان تيشينج، هيز ابيليتي ان هاندلنج تشيلدرن، هيز ابيليتي ان. They expect that you know all these skills. So when you are with the children, you will care for them. And imagine someone answered, yes, I know, yes, I know, yes, I can. But then at the end, he was not able to. He would be dangerous for the kids, and he doesn't know how to handle kids, how to handle, مثلا, young age, whatever.
فنفس الحكاية، جزء أساسي في الخدمة هو التعليم. أنت قبلت أنك تبقى مسؤول ومعلم، يبقى لازم تكون عارف، لأن ممكن ناس تعثر. تلاقي دلوقتي ممكن حاجة غريبة جدا، تلاقي واحد شاب مثلا جاي لك في الجامعة، a young man or a young lady in college age, and he doesn't know even how to open the agbaya, where to start from. Sometimes, yes, it's not good because of the person who's not يعني caring. بس برضو to some extent it might raise a question, didn't يعني the person never heard about الأجبية, never prayed, never experienced in the church. إزاي فلان ده عايش في الكنيسة لمدة مثلا 16 17 سنة وأنا جاي لاقيه ما حتى ما أعرفش يعني إيه صلاة الغروب ولا صلاة النوم؟ حاجة تزعل. ممكن الناس دي ما بتعملش براكتس في بيتها، بس برضه ساعات يكون في دور للخادم إنه يعلمه. يعني ده التلاميذ راحوا المسيح، يا رب علمنا أن نصلي. طب علم ولادك ازاي يصلوا، يعني حتى لو ما تعلمهمش اي حاجه، سيبهم حتى يجات اكسبوزد للحاجات اللي هي it can be handled by itself, but at least guide them. I cannot forget till now my middle school Sunday school teacher, الخادم بتاعي في مدارس الاحد وانا في middle school. ابونا ابراهام يمكن عارف الشخص ده، انسان تقي كده وشاطر في الكنيسه عندنا، كان اسمه دكتور حنا. انا فاكر اول ما خدمنا وكنا في اول سنه في الميدل سكول، اهتم جدا، جابنا كده 3 اشخاص كنا ساكنين جنب بعض في تقريبا اولموست في شارع واحد يعني، او شارعين كده جنب بعض في شبرا، وجالنا اتفق يقابلنا ولقيناه كخادم بقى مدرسة. احنا قلنا يعني كنا لسه صغيرين مش عارفين ايه اللي هيقعد معانا، ده اول مره بنشوف حد بيفتقد، مش زي خدام مدرسة احد اللي كانوا يعدوا يدونا صوره ويمشوا، لا ده عايز يقعد معانا. وفوجئنا بيه بيعمل حاجتين مهمين قوي. جاب لنا كلنا، احنا كنا 3، جاب لكل واحد فينا اجبيه وكتب لنا اهداء، وقعد معانا يشرح لنا يعني ايه صلاه النوم، لان احنا كنا في الساندي سكول في اعدادي، كنا نتجمع الجمعه الساعه 6:30 كان ميعاد الخدمه، فكان بيصلوا معانا صلاه النوم. قعد يشرح لنا صلاه النوم خطوه خطوه، ويشرح لنا بقى ترتيب باقي صلوات الاجبيه. قعدنا في القعدة دي بتاع ساعة الا ربع، بعدين في الآخر قال لنا انتوا دلوقتي كبرتوا، ف I like every one of you to start picking one of our beloved fathers a priest. كان عندنا 2 priests، أبونا بخوم وأبونا بشو يونان، و get to commit to confession was one of them. أنا فاكر كويس وأنا صغير، ده هو اللي علمنا يعني إيه نمسك أجبية ونصلي، يعني ايه نخش عند الاب كان ونعترف. قد ايه كانت فرصه، طبعا انا كنت صغير ما اعرفش قوي الحاجات دي، ما فهمش طبعا، لكن تفرق ان الاقي حد يعلم. فاكرين قصه الخصي الحبشي لما رب الروح القدس ارسله لفيلوب، ارسل فيلوبس ليه وهو في المركب، الراجل لقى فتح بيقرا في سفر اشعياء، قال له هل انت تفهم ما تقرا؟ قال له كده، كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ How come or how come you expect me to understand unless someone guides me؟ فممكن أنا بقى أبقى سبب عثرة إن أنا ما بعلمش، فيكبر الطفل ده اللي يبقى في يوم من الأيام شاب ولا شابة معرفش حاجة خالص، ويبقى أب وأم ولا يهتم يعلم ولاده. أنا عليا دور الحقيقة، مش شرط العثرة إن أنا ما عملتلوش حاجة، لا دي عثرة انك ما اهتمتش تعلمه، ما عرفش يعني ايه الصيام، ما عرفش يعني ايه 4 وجمعه، ما عرفش يعني ايه اجبيه. لا خلي بالك انك ممكن تكون عثره عن طريق ضعف التعليم. برضو ممكن الصغار لسبب تالت، احنا قلنا العثره من عدم محبه الخدام، العثره من ضعف التعليم، ثالث حاجه العثره من سلوكيات الخدام، دي اللي سكتوا عليها القدوة، ودي أصعب عصر الحقيقة، لأن الخادم لما بيكون يعني is not a good example بيبقى immediately categorized as a hypocrite immediately in the eyes of the kids. بيقعدوا يقولوا يا عم، ما هو بيقعدوا يقولوا كده أهو، أهو شوف الخادم اللي بيقول لك ده، ولا أبونا اللي بيقول، ولا فلان أهو هو بيعمل كذا. ده اللي قاله بولس الرسول بقى في رومية 2، الذي ينادى ألا يسرق أتسرق، الذي تنادي ألا يزنى تزني،
لا انت عملت الناس ما تعملوش وانت اول واحد بتعمل، فدي بتبقى عثرة صعبة. مش كده بولس الرسول في رسالته الاولى لتيموساوس قال له، ده راجل كان اسقف، كن قدوة للمؤمنين، set yourself as an example to the believers. Be careful. You are an example. You are ought to show the good conduct, the commitment. You are not just by yourself. Now you have some people following. فالعصرة القدوة دي صعبة لما الطفل أو الصغير أيا كان بقى طفل أو شاب يشعر إن الأكبر منه بس مجرد بيديله وعظ، بيتعب ويقول لك في الآخر الموضوع كله موضوع نفاق، يا عم ما تصدقش كده، بس بيقولوه كده في الكنايس، هو ما لازم ابونا يقول كده، ده أصل ده كلام وعظ. في ناس ساعات عندها الإمبريشن ده، وما تيجي تشوف تلاقي إن وراه إن هو سمع كده كتير من حد، ومرة واحدة الحد ده يعني شيء in his eyes all the values and the morals that he kept teaching him about. طبعا we all know ان احنا no matter what we we'll fall short because we are humans. احنا we are not angels or cannot sin. بس we have to be always watching and caring how to make sure that we are not offending anyone. فدي عصرة القدوة والسلوكيات. رابع سورس العصرة، ودول الرابع والخامس جايين مع بعض بس كل واحد فيهم في اتجاه. الرابع سورس هنا للأوفنس أو أوفنس أو العثرة، يعصر الصغير أيضا بسبب كثرة نقده والهجوم عليه. حاجات اللي تتعب قوي الأولاد وبالذات في سن المراهقة، الانتقادات الكتيرة قوي، too much criticism، اللي هي العيال الكتير يعبروا عنها الجادجمنتال مينتاليتي، وللاسف يعني بيتهمونا كشرقيين بيها، مش هقول بيتهمونا، هي يعني الى حد ما موجود عندنا بلا شك في الكنيسه وفي الكالتشر بتاعتنا كتير شويه. ان عندنا الناس على طول هيستنج او ميكينج هيست تو جادج ذا ماترز اور جادج ذا بيرسون immediately. هتلاقي مثلا ودي تشوفوها كتير لو احنا مثلا في كنيسه وحد امريكاني مش مصري دخل، على طول في يعني ستيرنج لوكس كده، حد عمال يبص عليه، مين ده بيع يا سيدي، يعني انت لا يعنيك شكله ولا لبسه، خلاص ده واحد اول مره يخش كنيسه، لا يعرفك ولا يعرف نظامك ولا يعرف مثلا سلوكيات الكنيسه او اداب الحضور او اللبس او اي حاجه. مفيش داعي للجادجمنت العالي ده اللي بيبقى ساعات عندنا، بيتحول بنفس المقياس على اولادنا. هتلاقي مثلا ناس حاضره القداس ويخرج من الكنيسه يلاقي بقى ان طنط فلانه وانكل فلان قعدوا يكلموا ابونا ويشتكوا، اصل ده كان واقف في الخورس بيعمل كذا بيعمل كذا بيعمل كذا. طب في الاخر هو انتوا جايين واقفين قداس تصلوا ولا جايين تبصوا على الشمامسه؟ ده بيعمل ايه وده بيقول ايه وده فابتدي يحس انه ايه، يعني خلاص هو بقى موضع انظار، وانه كل حاجه بيعملها هتلاقوا فيها هيلاقي في الناس هتطلع له فيه اخطاء. طب ما تنسوش يا جماعه، ما كلنا كنا صغيرين، وساعات كتيره الخدام دول اللي هم سائرين على الحق وهم في سن العيال دي كانوا بيعملوا افظع من كده كتير. طب يعني كويس ان لقيت حد استحملك وكان طويل البال عليك لغايه ما خلاك شماس حلو ولا خادم حلو ولا خادمه حلوه في الكنيسه. يمكن في يوم من الايام كنت تعملي نفس التصرف ده بالظبط، كان لبسك مثلا لا يليق وانت في بيت ربنا، ولولا ان مثلا ابونا والخادمه بتاعتك كانوا طولوا بالهم، محدش اهانك محدش جرحك، بالعكس خدوا الموضوع بهدوء وبالراحه وعلموكي، لولا كويسه وانسانه ملتزم. فيعني خلينا زي كده، زي ما الكتاب قال، زي ما بولس الرسول كان يقول سقيتكم لبنا لا طعام، وان سان باول واز توكينج تو هيبرو تو كورنثيانز mentioned to them that at the time he couldn't give them the solid food because it's not fitting for their age. They were treated as babes. زي أطفال. لهم عشان كده they drank milk. So he gave them what's suitable and he took them gradually. فخلينا كده دايما لما داود راحوا الحرب ضد أبشالوم قال لهم كده كلمة حلوة، ترفقوا بي بالفتى أبشالوم. راح عليه. ده مهما كانوا مش دريان. زي ما السيد المسيح صلى على الصليب، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا فعل.
We have to be careful because sometimes too much criticism for the kids is not good for them. It will offend them, actually, not correct them. So be careful. I know that you might have a good intention of correction, but too much criticism and not in a good, appropriate way, with no good base of love, might end up with destruction, not correction. Be careful. The last thing, which is also related to the criticism, but now the criticism goes in another direction, which is too much criticism about the church and the servants. ودي الحقيقة بقى عصرة يعني يمكن لا يسأل فيها الخدام وإن كان للأسف بعض الخدام بيعملوها في بيوته. يعني يبقى حد متداخل في الكنيسة في لجنة الكنيسة في مدارس الأحد في كده يروح بقى ده أبونا ده عمل النهاردة واللجنة والناس دي ولا فهم حاجة يخربوا الدنيا هيبوظوا الكنيسة ده مش عارف ويقعد يتكلم اتفضل يا عم أبونا هنا مش عارف يقعد يحكي الكلام ده في بيته طبعا مين اللي سامع ولاده. So you keep talking very negative about the church, very negative about the priest, very negative about your fellow servants. What do you expect from your little children to do? Or what you are actually giving in their minds? That you yourself are the biggest hypocrite in. Because although you hate Abuna and you hate the service and you hate the servants, your friends, but you, when you go to church, you are very nice and, oh, okay, Abuna, as you like, Abuna, أخطيت يا Abuna. طب ما لو أنت سيدي متضايق ما تتكلم. فبيحصل إيه بقى؟ إن too much criticism ده اللي إحنا عمين نقوله بي reflect back very negative. لأن unfortunately بقى negative على أولادنا toward us first. And this negativity is like a very contagious thing, زي الكورونافيروس كده هيعلي بقى. فهيعمل ايه؟ هي expand. مش بس هيبقى النيجاتيف ده هيطول ابونا والخدام اصحابك، لا، النيجاتيفيتي دي هتطولك انت كمان، لان الولاد بيشوفوك في صوره الانسان المرار. انت طول النهار والليل في الكنيسه وانت مش عاجبك حد، طب قاعد ليه في الكنيسه؟ طب اذا كان الكنيسه وحشه وابونا وحش والخدام وحشين، طب انت بتخدم معاهم ليه؟ That will be the first logic question. فناخد بالنا ان السلبيات الكتيرة والكلام السلبي ممكن يبقى يعني very offending للولاد ويديهم very false and wrong impression about the church. Yes, definitely every church has its own problems and every priest has his own problem. That's very well known. But we have to be careful what to say in front of people and what we need to talk to Abuna directly or to the close the group of the servants to fix things. When we criticize, we are not criticizing just to vent our anger. We are criticizing to fix. احنا لما بنكون بنفكر في حاجة ننتقدها فرود يبقى عندنا من الأول احنا مش بنتقد عشان نطلع بس شوية غيظ جواه. انتقدنا ده لأن احنا غيرين على الكنيسة وعلى إصلاح حاجة. فنقولها مش غلط بس نقولها لمين. احنا بنصلح لها. أنا ما عاد أقول الكلام ده قدام ولادي الصغيرين. طب عملت أنا إيه؟ ولا حاجة. أنا بس ضريت صورة أبونا والخدام اللي معايا والخدمة وضريت صورتي أنا كمان. فأنا I destroyed everything. فبي careful. فالفايف things دول ممكن يبقوا dangerous sources of offense. Number one, تأتي العصرة من عدم المحبة, lack of love. تأتي العصرة من التعليم الخاطئ, the wrong and inadequate teachings. تأتي العصرة بسبب السلوكيات misbehavior or inappropriate behavior, not finding the good example. The offense also can come from too much criticism and belittling of the kids, making them feel that they are always behind. أو النقد الزيادة والتعليق الزيادة على الأولاد وضعفتهم. والحاجة الأخيرة ممكن يعصروا أيضا من negative talks أو very inappropriate thoughts about the church organization in general. أشبه أنا قاعد على طول judging the bishop or priest or servants or deacons. لا, أنا كده destroy the image of the church in the eyes of the underworld. فدول خمس نقاط خلينا نبقى very aware بيهم عشان ما نقعش في فخ إن إحنا نكون نعثر أحد هؤلاء الصغار. افتكروا دايماً كلمة صعبة لسيد المسيح قالها,
من أعصر أحد هؤلاء الصغار فخير له أن يعلق في عنقه حبل. ربنا يدينا نعمة ونكون يعني قادرين إن إحنا set good example وإن إحنا نورك hard in our service, our call, make sure that we will be always setting the good example in the eyes of the younger ones whom we serve. لإلهنا المجد دائما أبد أمين. لو في حد عايز يعلق أو يضيف أي حاجة على الجزء ده قبل ما نتكلم عن موضوع الكورونا تايم. شكلكم نمت الظاهرة. قلتك فكرتني بدكتور حنا مهنا، هو أول واحد برضو علمني إن أنا أقرأ العهد القديم. أول حبينا نقرا الادرس في الانجليزي في العهد القديم. الاول ده اول صفر درسته كان صمويل الاول وصمويل الثاني، كان على ايديه. هذا شوف يعني هو ابونا يعني فاكرين قد ايه خادم كان انسان امين ومدقق ومهتم بالكتاب المقدس، فالحقيقه قال لنا كلنا اهميه درس الكتاب. ويعني زي ما ابونا بيقول يعني هو ليه تلاميذ كتير علمهم الحقيقه حكايه دراسه الكتاب، وما كانش بيسأل برضه بالنقد، يعني كان الناس كلها تنتقده. بس كان ولا يزال ماشي في يعني طريقه في بيخ خالص ومركز في خدمته. طيب حته بقى الزمن الكورونا والخدمه، الحقيقه ان احنا وي ار فيري فيري يعني تشالنجينج تايم، وقت ما مرش على الكنيسه خالص. في كام حاجة صغيرة كده أقولها لكم بسرعة، بس يعني أوليف برضو لو أنتوا عندكم وقت أو أفكار تناقشوها. زي ما قلت في الأول الكونسبت واحد، الخدمة مش هتتغير في مبادئها وأساسياتها في زمن كورونا أو في غير زمن كورونا، لازم تفضل خدمة. طب إيه اللي بقى التحدي اللي بيواجهنا دلوقتي؟ التحدي اللي بيواجهنا إن الناس ما بقتش موجودة زي الأول. الحقيقة إن دي أنا مش عايز أقول عليه تحدي قد ما أقول عليه يعني قد يكون متغير ربنا سمح به، يعني for a big wake up call to the church، حاجة كده تفوق الناس. عشان كده إحنا بقى الخدمة في الوقت ده اللي حصل ده بعد الناس وخلى الناس تبقاش في الكنيسة وخلانا نفاجأ إن إحنا عندنا وضع غريب جدا، ان احنا مطالبين بالعمل الروحي واحنا بعاد عن الكنيسه، لان جوهر الكنيسه في الخدمه هي القداس. والحمد لله ان الكنائس رجعت تصلي قداسات، لكن ما رجعناش نعمل مدارس احد، ما رجعناش مش قادرين نعمل انشطه، مش قادرين. طب وده كله يوري ايه؟ يوري ان يمكن ربنا عايز يورينا الحاجات دي ممكن نستغنى عنها. ان احنا في وقت من الاوقات كان كتير من الناس بيجوا الكنيسة مش عشان الأسرار والصلاة، الناس في الكنيسة عشان بعض، تيجي الخدمة عشان بعض، عشان تحقق حاجة. فأصبحنا هنا مطالبين إن إحنا نعيد تقييمه. فالخدمة في زمن كورونا في رأيي في كام حاجة مهمين فكر فيها. أول حاجة إعادة تقييم أهداف خدمتنا، بمعنى إن إحنا we have to re-evaluate because many people got used to the crowd. الكراود مينتاليتي، ان انا ما اقدرش اتكلم عن حاجه الا والناس حواليا. What this reflect or what it shows that I am يعني more people oriented than God oriented. يعني انا الفوكس بتاعتي الناس مش ربنا. عشان كده في خدام كتير ابتدت مثلا ايه ما تحضرش مدرس الاحد الفيرتشوال. مين شايفني ومين حاسس بيا؟ اوعى تفتكر ان الخدمه معناها ان انت الناس تشوفك وتحس بيك. انت احنا خلينا اقول لكم حاجه، احنا لغايه النهارده بنقرا الانجيل كلنا، حد فينا ما بيستفيدش من الانجيل؟ ما اقدرش اقول كلنا بنستفيد من الانجيل. طب حد فينا شايف بولس الرسول؟ الراجل مش معانا لكن كلامه معانا وبيأثر فينا. حد فينا شايف يوحنا الرسول؟ لا، لكن كلنا حافظين مثلا ايه الله محبه، كلنا حافظين يا اخواتي لا نحب الا بالكلام. الراجل قال كلمتين وراح السماء من مئات السنين، لكن تاثيره موجود. فالفكره هنا انه الناس، انت ساعات تفكر هل انت محتاج الناس؟ لا، انت محتاج تقول كلمه ربنا، وفي الاخر كلمه ربنا بيستخدمها زي ما يحب.
يعني الآباء لما كتبوا ما كانوش بيقولوا احنا هنعمل إنجيل، عايزين نعمل حاجة اسمها العهد الجديد ونألفها عشان يبقى عندنا أصفار، ما كانوش بيفكروا كده، كانوا بيكتبوا عشان يعلموا الناس. وبولس الرسول النهارده لما كتب رسالة غلاطية كتبها هو في كورنثوس، ما كانش شايفهم خالص، ما كانش بقى وقتها في زوم ولا بتاع سيسكو ميتنج ولا الكلام ده، ولا حد شايف، لكن من غيرته على الناس اللي خدموه بعت لهم يقول لهم اعملوا كذا. فدي اول حاجه، ان احنا لازم نشفت الفوكس بتاعتنا او نرجع الفوكس بتاعتنا انها تبقى على ربنا وعلى الخدمه مش على الناس، ونتقبل فكره ان احنا ممكن نعمل عمل روحي والناس مش شايفانا ولا حاسه بينا خالص. وزي ما بقول كده، علامه ان الناس بالذات الخدام يبطلوا يحضروا مثلا خدمه مدارس الاحد في الميتنجز دي، دي علامه خطيره، معناها ان هو مش واخد الانكارجمنت او الموتيفيشن من الناس، يبقى هو كان سيلف بيبل موتيفيتد، يعني ريليتد للبيبل موتيفيشن. وانس هي لوست ذس موتيفيشن خلاص هي از نوت اني مور انترستد، which is يعني completely against the full concept of service that I'm serving God, regardless يعني where I can find the God. مشكلة بقى ان احنا بقينا ندور على الناس عشان يبقى. فدي اول نقطة we have to be aware of. تاني نقطة في الكورونا it taught us how to focus on the depth. كتير من الخدمات خدت شكل ان احنا بنيجي ونقف ونعمل يعني، لكن الحقيقه ان وقت الكورونا والناس بعدت كشفت لنا بقى الناس يا ترى الولاد بتوعنا دول عارفين ايه وسبناهم وهم ايه اللي مزروع جواه. للاسف الوضع ده ورانا ان احنا انا بتكلم عن نفسي وعن خدمه مثلا عندنا، بشعر ان احنا عارفين زي ما قال بولس قال كده، في واحد بيبقى عامل عمله من قش وواحد بيبني من حجارة كريمة. القش ده النار ستبان عمل كل واحد، فمن قش ده سيحترق مش هيصمد. للأسف أنا بقولها وأمساد يعني إن الواحد شاف كتير من الخدمات وكتير من التعليم كان مبني على قش، ما كانتش حاجة كده أرضية صلبة، ما سبناش الولاد وحاسين إن هم لا يقدروا يقفوا في البيت ويصلوا ويعملوا حاجة سهلة الحقيقة يعني. فخلينا نقول ده يورينا ان احنا محتاجين نركز على العمر. مين عارف الوضع ده يطول ولا لا، بس لازم نتأكد ان احنا بنعلم ولادنا حاجات تقعد معاهم حتى لو كان عن طريق حاجات زي كده، ودي هجيلها في الاخر. فدي تاني حاجة، ان احنا we have to focus on the depth rather than just spending time and fulfilling some outward appearing things. ان انا بحط شويه شكليات لازم بقى الولاد بيجوا كنا بنعمل لهم كذا وبناكلهم ويلعبوا ويعملوا، لا ماشي يعني، طب وبعدين العيال دي خرجت بايه في الاخر، علموا ايه؟ فدي كشفت شويه حكايه القش والحجر الكريم. مش عايز اقول كتير من الكنائس والخدام والخدمات ظهر ان هي كلها قش في قش بتحرق بسرعه. دي تاني حاجة، التركيز على العمق أو focusing more on the depths. تالت حاجة برضو في الوقت ده بتاع الكورونا keeping the connection with people and with the kids. جوهر الخدمة إن إحنا ما ننقطعش عن بعض. زمان في الأيام الأولى الخدمة بولس الرسول الرجل رجع بعد ما خلص رحلة التبشيرية الأولى ورجع، لو كده في سفر الأعمال في أعمال 15 بولس راح لبرنابا قال له لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة لدينا فيها بكلمة الله كيف هم؟ إيه ده؟ واحد بعد ما قضى شهور في سفر يجب نشوفه نطمن عليه. طبعا الوقت ده لا في إنترنت لا في تليفون لا في إيميل مش أي حاجة خالص، لكن الكونسبت موجود، إن شاء الله هشوفهم كل 100 يوم على ما سافر من البلد دي البلد دي مثلا. لكن الكونسبت بتاع اللي استطعتي عشان أتواصل أعمله، أنا عايز الكونسبت ده يفضل موجود، اللي في استطعتي دلوقتي أتواصل بيه مع أولادي أعمله، أتصل بيهم أسأل عليهم أكلمهم أعمل لهم ميتنج. تقولش بقى حكاية ما بقوش يحضروا دي هجيلها برضو في الآخر، لكن الكونسبت إن الناس دي ما يفقدوش الوصل الاتصال بيني وبينه، ما فقدش معرفة أحوالهم كده.
معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك على قطعانك. ده بيقول كده في سفر الأمثال، اعرف حال غنمك، اعرف حال المسؤولية اللي ربنا ده اللي انت مسؤول عنهم ربنا ادهم. فاوعوا تفقدوا الكونكشن مع الولاد بأي صورة كانت. تاني، حتى لو الحضور ضعيف في الميتنجز بتاعتهم، في 100 وسيلة تانية، في تليفون نسأل عليه، خدوا التلفزيونات الكبار عندهم أغلبهم سيل فونز، خدوا أرقام وبعتوا لهم رسائل اطمنوا عليهم. محدش يقول لا بيرد ولا بيسأل، مالكش دعوة. أجين قديس بولس وقديس يوحنا وقديس أول ما كتبوا الرسائل ما كانوش منتظرين الناس تقعد ترد وتقول لهم يا ثانك يو نحن استفدنا جدا، محدش استنى حاجة زي دي. إنما غيرة القلب كانت احنا نطمن عليه، احنا نبعت له، احنا نصلح له، اللي يحصل يحصل. فيعني don't lose communication أو connection with the kids. رابع حاجة بقى، ودي الحقيقة هي البيج تشالنج اللي هو بنقول بقى الناس زهقانة، الناس ما بتحضرش. I think ان الكورونا دي او الوقت ده جه عشان يخلي الخدام والكليروس كله، عايز اقول يبقى مور كرييتيف. ربنا شافنا بعيد، دخلنا في نمطيه كده في الخدمه، خلاص اهو احنا فرحين الناس بتيجي يوم الاحد نعمل قداس والناس تنزل تاكل وتشرب قهوه ويسمعوا عظه، كان النمط ده هو ده خلاص كده بقت الخدمه. بينما احنا شايفين ان احنا بنعمل الحاجات دي كلها ومثلا الناس عماله تتخانق مع بعض واللي بيتطلقوا واللي، طب ما هو واضح كده ان النمط اللي احنا ماشيين عليه ده ما هوش يعني البرفكت، ما طلعش الدسين يعني، ده بالعكس ده التكريس ضعف ومفيش نسبة رهبة، يعني في حاجات كتيرة بقت مثيرة لعلامات استفهام. طب ايه اللي بيحصل؟ يمكن ربنا بقى بيبوش اس تو بي مور كرييتيف، ودي الحتة اللي احنا هنا لازم بقى احنا كخدام نهتم بيها، الكرياتيفيتي. الكرياتيفيتي دي محتاجة حاجتين مهمين، محتاجة ان قلبك يكون على الحاجة، دي اول حاجة، يعني انت بتفكر بجدية في خدمتك اعمل ايه عشان احسن، ومحتاجة استنارة عقل من ربنا زي ما ربنا ادى بصلائيل كل حكمة عشان يعمل صناعة الخير. الراجل ده عمل حاجات ربنا كان قال لهم يعملوا، بس هو يمكن كانت اول مرة يمد ايده كراجل مثلا، نفترض ان هو عارف زي السياغ اللي بيعملوا خواتم ذهب وبتاع، من اول مره يعمل الاشكال دي وكروبيمين ومنظر، يعني بيعمل حاجات ثانيه اكيد ربنا، بس ربنا ملاه من الروح القدس، نور له كده ذهنه يعمل حاجات ازاي، فالحاجات طلعت زي ما ربنا عاوزه يعملها. احس ان ممكن الخدام الايام دي لازم يطلبوا معونه الروح القدس انه يديهم كرياتيفيتي. يا رب ما الروح القدس ده يعني في كل وقت بيعلمنا كل شيء، طب احنا مش عارفين نعمل ايه في الوقت الصعب. صبر، اطلب روح ربنا يديك استناره عقل زي ما انت البصلايل كده عشان يعمل كل حاجه تليق ببيت ربنا. اطلب الروح القدس يديك استناره في الفكر، بس لازم يكون قلبك على الموضوع ده، بتفكر ازاي اتواصل، ازاي اخلي الميتنج افكتيف، ازاي ارجع الاولاد يحضر. انا الحقيقه يعني مش ربنا لسه، مش عايز اكون بجيب عليهم حسد يعني شيطان، بس I give big credit لمجموعة عندي من الخدام في بوسطفين. كلنا احنا كان ابونا ابراهيم عارف اتكلمنا في الموضوع ده، وان الدنيا الاجتماعات في كل الكنائس ابتدت تبقى ضعيفة، كذا خادم ابتدوا يعملوا افكار رجعت الولاد صدقوني اكتر من الاول. لكم منها مثلا مثال، وانا واثق يمكن يكون حد عندكم بيعمل ساعات دلوقتي، كل درس مدرس احد ما بقاش ينتهي يعني، ما بقاش يبقى مجرد درس، الولاد بقوا يحضروا في، لسه كنت حاضر مع كلاس، الولاد هم اللي حضروا درس المهرجان او امبارح. خادم قسموا الفصل بتاعهم جروبس، والخدام اتوزعوا على الجروبس، واتفقوا مع كل جروب يحضر درس، والخادم طول الاسبوع بيقعد معاهم بالزوم ميتنج وبالتليفون. فاول امبارح ثلاث اطفال سنه 5 ادونا درس عن مجمع القسطنطيني، عملوا الحقيقة سلايد شو لطيف قوي كده، 4 أو 5 سلايدز، وهم طلعوا من الكتاب وكتبوا، وان مكدونيوس كان عدو الروح القدس وانه عمل كذا، والمجمع ده حضروا 150 في مدينة القسطنطينية.
والتلات ولاد هم اللي قالوا، كل طفل يقول كانوا ولدين وبنت، كل طفل يقول سلايد. بعدين في الآخر العيال برضو جهزوا الكهوت جيم، عارفين الجيم الكهوت اللي بيلعبوه، ويعملوا اللينك ويخلوا أصحابهم كلهم يجوين، ومين البلاير، ويقعدوا بقى يحسبوا النقط ومين اللي في الآخر الورق، والعيال هم اللي رتبوا الأسئلة. الحقيقة رتبوا أسئلة خلوني أنا غلطت في سؤال، يعني كنت قاعد معاهم العيال يعني بيتفننوا يعملوا الأسئلة إزاي ويخلوها صعبة على بعض. بس الحقيقة كانت واز نايس، يعني قعدت معاهم ساعة أناكش، ما حسيتش بالوقت، والعيال كلهم مبسوطين، وفهمت من الخدام إن العيال كلها بتحب، فالحمد لله. أو ده واحد لقى طريق. ابتدوا برضو يعملوا حكاية في المهرجان بروجكت، إن هم يعملوا بروجكت مع بعض. الساندي سكول مثلا برضو بيبتدوا يعملوا الدرس، وفي آخر الدرس يتفقوا إن هم النهارده مثلا هيشوفوا موفي، حاجة كريشن، حاجة مثلا تناسب سن لو أطفال، والموفي ده. فالعيال بقت بتحضر الساندي سكول عشان بعد كده هيتفرجوا على موفي مع بعض. صحيح حاجات بسيطة، بس الأطفال بقوا رجعوا يتشدوا شوية تاني، وابتدوا يلاقوا طريقة يجمعوا الأولاد مع بعض. ماي بوينت إن لازم يكون في كريتيفيتي، وجايز ربنا عمل كده عشان إحنا نخرج بره نمط تقليدي شوية، وينبهنا إن إحنا لازم نعمل إيفورت عشان نخدم ولادنا. ان ابتدى برضو يعني ابتدى الواحد يحس وقت من الاوقات ان خلاص بقى هي هو الصمبي سكول كده، وساعات هو الامين الاسره هو اللي كيرنج او الكوردينيتور، يعني كلاس كوردينيتور از ذا موست وان كيرنج اباوت الكلاس وكده، الاذر سيرفنتس. النهارده اكشلي ابتدينا نشوف لا، لما الكلاس ابتدى يبقى مور دايناميك واكتيف، ابتديت الاقي ان الخدام الشباب because they have good ideas and they are more into the culture of the school and stuff ابتدوا يكم اب وذ جود ايدياز. واكشلي بقى العكس، بقى الصغيرين هم اللي مور اكتف، الكوردينيتور جاست بقى مور اوف موتيفيشنال بيرسون اند كوردينيتنج بيرسون. فالحقيقه لازم تاخدوا الحكايه دي سيريس، لازم تبتدي نفكر. وي باس ذا ثرو ا فيز وير كل الساندي سكول كلاسز كانوا بيكم اب هنا نو بادي اتاز نو بادي اتاز. الاونلاين جيمز بقى عملت شغل. واكشولي وات اي لايك ان هو مبقاش مجرد جيم بيتلعبوا خلاص، لما بقى جيم على الليسن، فالكويشنز ما بقتش مجرد كويشنز، دي بقت اكشولي مور جود ريفيجن على الكلاس. يعني حطوا الاولاد اول امبارح 18 كويشنز على الكونسل اوف كونستانتينوبل، كل الكويشنز على كده. سو الايديا هنا ان احنا وي ار ناو كولد باي جاد to make a good change, better change. And again, that requires two things. Your heart desire and your zeal about this. زي القديس بولس، لنرجع ونفتقد الإخوة. خلينا نشوف، عايز اطمن، تحس واحد قلبه على الناس. والحاجة التانية محتاجة طبعا استنارة ربنا يديه، لأنه في أفكار مش عارفين نوظفها كويس. I'm sure إن أنت لو قعدتوا أو كل مجموعة خدام قعدوا جروب مثلا بيعملوا مهرجان، I'm sure you will reach to wonderful ideas. And don't worry, try. احنا نقعد نأبورت، لا ما ينفعش، عيب ما يشوفوه يا جماعة ساعات، بس يعني خلونا نجرب. ما دام في حد احنا واثقين في الليدرشيب بتاعته، حد يقدر يقول لنا على ده appropriate، ده مش بيج ديل. حتى لو في حاجة عملت واكتشفنا ما كانتش كويسة للولاد، it's okay, we're gonna stop. طبعا مش هنجيب حاجات very inappropriate ونشيل مثلا معلومة، مش هيحصل. لكن my point ان في حاجات we need to be a little bit open minded، ونبتدي نعمل حاجة يعني واحنا caring على الولاد. I'm sure and the Holy Spirit will guide، وروح ربنا كده مش هيسيب خدام قلبهم على ولادهم من غير ما يبعت لهم يعني حاجة أو تساعدهم أو تبني خدام. لما انت عندك رغبه مقدسه انك تخدم ولادك، ثق زي ما داود النبي قال في المزمور، يعطيك الرب حسب قلبك. فده يعني بعض الافكار اللي قلت اشيرت معاك بخصوص الخدمه في وقت الكورونا. لو عندكم بقى اي اضافه او استفسار يمكن سريع. في
في أسئلة هنا؟ لا كله نام بينا. لا عايزين موتيفيشن زي ما عايزين عايزين أفكار. كتر خيرك أبونا دايما بتباركنا ويعني ربنا يعوضك أكثرك وبركت كثير. اذكرنا دايما في صلاتك أبونا واذكر يعني جرجس وقدام جرجس ربنا يسمعنا كل خير عنك وعن الكنائس كلها وتصلونا طبعا وببارك مقدما يعني على تشطيبات الكنيسة. أنا عارف أنت خلاص في المراحل الأخيرة ربنا يبارك ويكملها رب بخير وتفرحوا الكنيسة الجميلة. أنا شفت يعني أجزاء كده منها لسه أنا عارف في حاجات يعني other things to come هتخليها more beautiful. فربنا يبارك ويفرحكم دايما وإن شاء الله يعني نفرح كلنا بالكنيسة الحلوة اللي هتعمل على اسم رجل بسكين صلاتك وصلاتك وسلام يا جماعة أصلون في صلاتكم حلو فابك يا ابو. حتى خيرك يا ابو. حتى خيرك يا ابو. سلام يا ابو.